السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبايبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم. ورجعنا لكم فيديو جديد ويوم جديد. جو الشمس حلو كثير اليوم، بس ما طلعت الحمام عشان تطلعها اليوم إن شاء الله، موعد طبعا طلعه شغال. أنا من الصبح طلعت الحدايد هدول، هسا احنا الساعة 2 أصلا الظهر يعني، بس ما فضيت لاني لحالي، استنيت مالك ليجي من الشغل لحد الان ما جاش، مش مشكله. هسه شو عندنا؟ طلعت هدول، راح نبلش شغل ان شاء الله. اول ما يجي مالك جيب معه الصاروخ، راح نبلش شغل تاسيس اللي هي هيكل، واذا قدرنا نركب الزينكويات بنركبهم، بس في عندنا نقص بالزينكويات راح ندبره، بس بكره بنجيب الشبك وبنكمل يعني. ان شاء الله اليوم بنخلص او يوم الاحد بالكثير بنكون خالصين من المطير هذا ان شاء الله كامل، يوم الاحد ان شاء الله. هسه شو راح نعمل؟ راح نفوت نطعم الجواز العلفة الثانية، طبعا علفتهم الصبح بس راح نعلفهم كمان علفة للتجديد. تمام، علفة للتجديد سريعة. تمام، هيك شوية هيك شوي هيك شوي هيك شوي. هذول نكثر لهم شوي عشان عندهم فرخ، وهدول نكثر لهم لانهم عندهم فرخين. تمام، وهدول شوي لانهم عندهم شيء، هي فعليا مش شوي يعني كثار، نقص عند هدول. تمام، العلف قرب يخلص، ايش معنى حق علف الصراحه كمان. يلا بين الله، انا طعميتهن، انا شوي بدهن. احنا بنحاول نطعم اول شيء اللي سهل اطعامه، زي هيك سهل اطعامه، بعديها بنبلش ايش نفتح ال، نعلف شوي على الارض، ها نطعم يلي في الجنون هيك، يلي علبهم داخليه. حتى انتو يعني علبتكم لازم احطها خارجيه لانكم بتضلكم توقعوها. انا لو اقدر اقص هاي افضل لي من برا اطعمي واسرع لي يعني، من برا اسرع ما افتح الباب. تمام، هدول عشانهم خشنات، وهدول وهدول نكثر لهم على. تمام، انتو شوي هيك كثروا لهم علف مع الرياحنا، هذول رياحنا خلص من هنا ورايح هيك مع علفكم، لانه انتوا اصلا بتجننوني. تمام، هيك راح نروح نطعمي هذلاك الجواز، بس ايش راح اسكر الفيديو وارجع لكم بعد ما اطعميهم. طيب شباب، الحمام ما شاء الله عليها اكلات امورها تمام. هسه ايش تفقيد الفريخ معروف، بس من برا يعني لازم افقد شوي من برا، لاني انا المفروض قبل ما اصور الفيديو طعميت الحمام، بس انا بلشت الفيديو وطعميت الحمام معكم عشان اقدر افقد الفراخ. هسه ما بقدر عشان هسه اكيد راح يزقوا، بلشوا زق الحمام. تمام، هذا فرخ الباكستاني شغال اكل. انا صارت معي شغله، سكرت على رجل الطيره، بس يبدو انه عندها الم، بس لاحظت انه فقدت ما في كسر، ان شاء الله ما يكون في كسر في رجل الطيره. هي الطيره قاعده على البيض، ان شاء الله ما يكون في كسر، سكرت بالغلط على رجل الطيره، الله اعلم، ان شاء الله يا رب ما يكون في كسر ان شاء الله. الله يا بس الله على الاغلب، مش عارف مش عارف، ان شاء الله ما يكون في كسر، والله غير يكون في كسر على، مش عارف شو القصه. لو كان في فراغ هيك برضه بوجع، ان شاء الله ما يكون في كسر، اذا في كسر بنعالجه يعني، بنجيب لكم حلقه على علاج الكسر. طبعا هاي الجواز، هاي هذول بعضهم بيضتين هي يمه، وهذول هي يمه قعدات على البيض، بس مش عارف عاد بيضهم بيعبي ولا لا، الله اعلم. تمام، هذول مش بيضات، الشخاشله مش بيضات، هذول ما شاء الله فراخين هي يمه، بلش بنقبل شايفين، رغم انهم صغار بس بنقبل ما شاء الله، هذول عندهم بيض. طبعا هدول هسه ناس بقول لك انا عندي حمام لسه ما بيضت، طيب اي هدول قديش صار لي مجوزهم لسه مش بيضات؟ صابر عليهم عادي، طبيعي جدا تصبر على الطير، هي ما صابر عليهم براحتهم، وقت ما بدهم يبيضوا يبيضوا عادي مش فارقه معي. عندك هدول باضن وفقسن، هي ما مفقسات، طبعا امبارح حطيت لهم خبز، هاي الفرخ شايفينه ليش يلتفح، البيضه الثانيه لسه اليوم ان شاء الله بتفقد تفقس، امبارح بالليل حطيت لهم خبز، لبنوا امورهم تمام خلاص. تمام، تاكد بس ملبن الفرخ، ملبن 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 ملبن، اموره تمام اموره تمام الفرخ. طبعا هذول امبارح كان بكسر البيضه الفرخ، عرفت انا امبارح، فحطيت لهم خبز الصبح امبارح في الليل،
واليوم حطيت لهم خلطة عادي، طبعا أنا فراخي عادي يعني حمامي عادي، بطعميها خلطة بطعميها أي شيء، بس الصحيح لازم أول يوم خبز الفرخ يأكل تمام. حطيت لهم خلطة عشان يأكلوا. اليوم المساء إيش بعمل؟ بحط لهم خبز ناشف، فيش مجال، هاي عندي أنا خبز ناشف حاطه هان، بس بدق وبحط لهم. هدول هاي يوم اللي عندهم فرخ، فرخهم لازم ينفطم أصلا، يعني إن شاء الله بكرة بالكثير إذا الجو منيح راح أفطمه الفرخ هذا، والفرخ خلاص راح ينفطمه مع هذا، راح يطلع ثلاث فراخ عندنا راح نكرشهم إن شاء الله الثلاث مع بعض، الأرباش والباكستاني هذا. الباكستاني هذا لسه جعان. تعي 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 نقبنا الأرض حبيبي، متعود لعند هاشم تأكل بمعلق، أنت بتأكل شعير عند هاشم، والله بتأكل شعير عند هاشم، روح غاد هاشم طعمك شعير. تمام، راح نكرش مين؟ الباكستاني هذا والأرباش هذا والطبشيري هذاك، الثلاثة مع بعض نفس العمر لأنهم تقريبا يعني على الأغلب الثلاثة راح ينكرشهم مع بعض. ثلاثة فراخ إن شاء الله بنكرشهم، بنفرجيكم كيف نكرشهم، مش راح نضايقهم إلا إذا في إشي غلبنا طبعا، أكيد إلا ما يطلع لك فرخ يغلبك في الكرش والشغلات هاي كلها، إلا ما يطلع لك فرخ. تمام، هسا أمورنا تمام. هدول الجوز بيضات لهم يومين ثلاث او اسبوع، بدنا نفحص بيضهم بس مش هسه، بنفحصه بالليل طبعا مع نفسي انا، اذا اليوم عملت بث ان شاء الله بفحصه. لوسي شو تسوي؟ لوسي وعجوة، يعني لوسي وعجوة مع بعض، يعني انا مش عارف شو اعمل. هاي لوسي قاعدة وراي وهاي عجوة قاعد جنبي، طب ايش اعمل انا؟ هاي لوسي راحت تشرب ماي، شايفين؟ تعال لوسي، لوسي لوسي تعال، يلا تعالي. انا لوسي هاليومين هدول مهتم فيها زياده على اللزوم، بزتها بالعلف عشان تاكل. تعالي لوسي تعالي تعالي تعالي، كيف وضعك؟ امورك تمام؟ هاي ماكله منيح. عجوه لسه ما طعميت، بس انا بطعميه هسه. هيك بشكل عام الامور تمام. النور الاحمر هيو باكل ما شاء الله، سوري المصري الاحمر هيو باكل، اموره تمام، بس عنده نقص غذاء الطير، مجرد ما يشد صحته بتلقى طير حمام بطير مع الحمام، اموره تمام ان شاء الله. فهذا هذا الطير اذا ما انباع لانه صحته تعبانه، اذا ما انباع ان شاء الله راح اكشه، يعني راح نكشه اذا ما انباع، لان هنا انا قاعد بعالج فيه. اذا لحق صحته ولحق الحمامات هينا بعناه، ما لحق صحته ما لنا نصيب. بعدين الحمامات ما شاء الله عليهم يعني صحتهم 100%، بس هذا الوحيد يا حرام اللي اجى شوي تعبان، وقلت خسارة انه يموت، اخذته قلت خسارة انه يموت، لازم اعالجه يعني، فحطيته عندي فوق ياخذ شمس ويتعالج. هسه تعالج من كل الامراض، بينما الحمام الباقية ما شاء الله عليها صحة ونظافة وجناح قوي، ماضي ماضي يعني، حمامات يعني ماضيات زي ما بدك. بس ايش حمام عشان لها فترة مش طايرة بدها تليين طبعا، الطبيعي بده ياخذ اي طير بده يلينه، سواء من اي مكان، طير خشن طير ناعم له فترة مش طاير بده يتلين، بدليل هاي عند السيكي بده تليين، بس السيكي راح اشتغل معاه شغل اصلي يعني. تمام، ضايل عندنا كم حمامه يا اخوان، اللي بحب يجي يقطع منهن راح نظبطه بالسعر ان شاء الله، ومش راح نقصر مع حدا، والحمامات ما شاء الله عليهن جميلات جميلات وقويات، ويكفينهن من الشام شاميات. تمام حبايبي، شو مال رجلك انت؟ فرجيني رجلك بعد اذنك، في برجلها خيط. طيب بنفك الخيط وبنرجع لكم. شو مالك تضرب هذا الفحل؟ طلع بضرب فرخه قاعد. يلا برجع لكم. طيب شباب، هاي مالك جاي في الطريق، رن علي بقول لي طلع الحديد، انا اصلا مطلعه اصلا بس تنهوش قاعد. طلعت الحديد، هسه بدي ابلش اجهز في العده كل شيء، هان نجهزه، اجيب ماكينه اللحام، وعبال ما يجيب هو الصاروخ ونجهز الامور راح نبلش نشتغل. مبدئيا بشكل عام راح نبلش هان نشتغل طبيعي جدا، مش راح نشيل خزان، لا البرميل هذا ولا الخزان هذا ما راح نشيلهم، راح نشتغل فوقهم طبيعي جدا. تمام، اذا قدرنا نركب راح نحط الحديد اول شيء، اذا قدرنا نركب السقف بنركبه، واذا قدرنا نركب نص الشبك بنركبه. تمام، قد ما نقدر اليوم راح نعمل ان شاء الله، والخزان اخر شيء راح نفكر فيه، لانه لسه احنا اصلا ما راح نبلش فيه هسه حاليا شغل، عبال ما بكره اجيب الشبك ان شاء الله وابلش، لسه بدي اسكر هاي الحيط وبدي اسكر هاي الحيط، فبتفرق معك كثير كثير شغلات. فبدايه احنا ايش عندنا بدايه شغلنا؟ زي ما بقولوها راح ننصب الهيكل، الهيكل زي ما قلنا لكم راح نحط مصوره تيوب، تيوبين ثلاث بالعرض، طبعا الثلاث تيوبات او التيوبين راح يجين وين؟
على الحيط ما راح نحط لهم حديد، ركيات ما راح نحط لهم، تمام؟ تيوب من التيوب هذا للحيط يجي في جوا اللبنة تشيله، نفس الشيء تيوب من هان للحيط اللبنة تشيله عشان نوفر تيوبات، تمام؟ هاي اول شغله. زائد راح نحط تيوب هان هيك بالشكل هذا بالطول، وتيوب هان بالشكل هذا بالطول، تيوب هان يعني راح تصفي عندك التيوب، تمام؟ تيوبين، ثلاث تيوبات راح نحط، 2 متر ب 2 متر ب 2 متر، واللي بزيد راح نعمل منه الباب، زائد راح نحط عمود يشيل بالنص زي هذا ان شاء الله. طبعا هاي راح تكون كلها علقات، وممكن نعملها رفوف ان شاء الله لقدام، بس مش عارفين لحد الان. خلينا نخلص هنا ونخلص من موضوع الخزان هذا اللي جالطنا. اخر شيء فكرنا فيه نجيب ماسوره، يعني هذا بده ماسورتين تقريبا، نسحبه على الحيط هيك من الحيط ونخليه هان، يعني بدنا بالراحه اللهم صل على سيدنا محمد ماسورتين 6 متر، يمكن 3 مواسير كمان تيجي 3 متر، ما نعرف 6 متر، لا بتيجي 3 متر الماسوره يمكن، ما بعرف. المهم بدنا مواسير، بدنا ابو 4 مواسير، اذا 3 متر بدنا 4 مواسير، اذا 6 متر بدنا 3 مواسير اتوقع، يعني عشان ايش الطعجات والشغلات هاي مع الكواع مع التيات تطلع علينا، يعني انسى قصه طرمه حسبه كبيره، تمام؟ راح نعمل هذا زي ما قلنا لكم مطير نفس نظام هذا بالضبط، لكن هذا فيه جواز وهذا فيه ايش حمام ثاني ان شاء الله راح نجيبها على خير. وهيك بنرجع لكم بعد ما اخلص كل شيء من تجميع العده من لبسي، لان انا لسه مش لابس البيت يعني، وبكون مالك اجانا. خليكم معنا، يمكن واحنا بنشتغل اطلع لكم الحمام كمان على الموعد، لانه الجو حلو ان شاء الله ممكن اطلعنا على الموعد. طيب شباب بلشنا قص، هينا عملنا اول زاويه، اول هيكل، هسه بدنا نلحمه، بدنا نحط هاي الزاويه هان على الحيط، والحديده هيك طول على طول هيك راح تيجي هان، بالضبط هاي تركب، نلحمها تصير عندنا اول رجل، بعدين هاني عندك حديده نفس الاشي من الحيط للحديد هذا عشان يركي هان، تمام؟ وبعديها بنحط لها تقواي بالنص، بعديها بنحط لنا هنا الثلاث عمدان عشان نحط عليهم الشبك، ها راح يجي. طبعا ما راح تبين معكم 100% الا لما نحط اول سيخين فوق بالسقف، بنبلش ترسم معكم 100%. خليكم معي. طيب شباب هاي رفعناها، قاعدين بنلحم في الاوتاد هان، هاي اترفعت هيك وهي اترفعت هيك، وهنا التحمت هان، وهي الزينكو، اول زينكو حطيناه بس لسه ما ثبتنا احنا، ان شاء الله اليوم ممكن نسقفها اليوم، بس بضل عندنا الخزان، ممكن بكره نفكه، بعده نفكه، الاسبوع الجاي نفكه، مش عارف. بس ايش احنا مبدئيا راح نشتغل، راح نركب الزينكويين ونركب الشبك نص الشبك، عبال ما بكره نجيب زينكويين وشبكين ان شاء الله. هاي شايفين كيف؟ هذا الزينكو جديد، هاي الزينكو هذا جديد، تمام؟ هاي الشباب، هاي هاشم مطير الحمامات، هي مطيرات طبعا. هاشم طيرهن، بس ايش واحد مش فاضي هسه يعمل اشي انه يكشكش ولا اشي، شايفين كيف الوضع هسه؟ ايش حبايبي بكره بنكمل، يعني المشكله انه انا ما جبت زينكويات امبارح، ان شاء الله بكره، هاي في وتد ثاني راح نحطه هان، بكره ان شاء الله بنكمل الزينكو كامل، زائد راح اسكر الحيطان هاي من هان ومن هان، وخليكم معي نرجع لكم نشوف الحين معنا. طيب شباب حطينا الزينكو الثاني، هاي شايفين كيف الوضع صار؟ طبعا ناقص علينا اثنين، تمام؟ هاي يما هان اثنين، بكره بنجيبهم ان شاء الله بنركبهم، وعندنا الشبكين، راح هسه راح نعمل فاصل هان قاطع زي هيك، هاي زي هيك قاطع، راح نحط هان واحد، شايفين كيف؟ قاطع هيك، متر راح يجي مالك؟ هيك بصيع كثير، طبعا هاشم قاعد زي مش عارف زي ايش، شباب كل واحد يقول لنا قاعد هاشم قاعد زي ايش، بس شوفوا الفيديو، تمام؟ هاي الفيديو، هذا القاطع راح يجي هيك متر على قد الشبك بالضبط يا اخوان، لانه ايش؟ مقسميها متر بمتر بمتر، تمام؟ زي هيك. الباب راح يجي هان،
وعندك هان قاطع وهان قاطع وهان قاطع باربع شباك شبك بشبك بشبك مع شبك الباب. لا يا زلمه لا بعيد عليك بصير خليه قريب. على العموم شباب قولوا لنا بدنا نعمل الباب هان هان ولا هان، كل واحد يحكي لنا يا اما من عند الحيط يا اما من عند الشبك، ناخذ رايكم كمان عشان تكونوا كلكم عارفين، يا اما من عند الشبك يا اما من عند الحيط، الكل يحكي لنا رايه في التعليقات. وهي هاشم قام اخيرا. طلع شباب هيا كيف شايفين كيف ميلانها، ميلانها 20 سنتي يعني من فوق مترين و20 ومن قدام مترين. والفراغ غاد راح يتسكر طبعا، اجاني تليفون برد عليه وبرجع. شباب ثقلنا كان معنا بوز مغبط ثقلنا فيه، وعند ما جينا نحطت اجانا شويه بلديات هيك اخذوا ظلوا طالعين. ايمه وين رايحين؟ وين كان الطيارات في العالي؟ يلا مش مشكله. طبعا هاي الحمام هسه هيك قاعده تطلع كيف تستكشف السطح. عندك هنا مطير جديد هسه صار عندنا هيك على الدائر هان، قوم هيك صار عنده هدول هيك عندك من هان على الدائرة زي رفصة ثانية لهم. سيد الحمام ترحل من هان لهان من هان لهان هيك من هان لهان. طبعا مفيدة هاي الشغلة للفراخ، شوف مفيدة للفراخ للمستقبل لما تيجي تطلع تكرش فراخ مفيدة كثير. تمام خلينا نروح نشوف الشاميات شو صار عندهم وبنرجع لكم. طيب شباب هاي الحمامات ما شاء الله عليهن صحة ونظافة، طيور زي الحديد ما شاء الله عليها صحة مرتبة. طبعا هذول مقاودات مش عارف شو مال هنا هيك عملات على بعض، طبعا فحلين هم. شوفوا يا اخوان ما شاء الله صحتهن، شوف كيف هذول اللي ظلن الحمد لله بركة يعني امورنا تمام. يا اخوان اللي بيعجبه شيء مش راح نقصر معاه، طبعا اي شيء بدك اياه بس رن علي وان شاء الله بنقصرش معك يا غالي. اي واحد بحب اي شيء منهم عجبه اي شيء بنقصرش معه، واهلا وسهلا بالجميع حبايبي. هيك خلصنا جولة عند الشاميات خلاص هيك يعني، هلا نروح نرجع نشوف شو بدنا نسوي هناك. شباب الباكستاني هذا كان مقطوع اللي انا مش منتبه هسه حط، هي شايفينه؟ هذا الباكستاني هسه حط كان مقطوع، اللي كان مقطوع هذيك المرة جوا هسه اجاني من العالي بس مش مشكلة. طبعا شباب كثير ناس بقول اضغط حمامك اضغط حمامك، انا بضغط حمامي يا اخوان بس انا مقدرة حمامي هيك، اكثر من هيك ما بضغطها. اول شيء، ثاني شيء انا بعلم الناس على الحمام، انا مش حمامي مش شغل يلا انا حمامي قويه ويلا انا بدي اكش ويلا انا بدي اعمل. تمام انا حمامي ايش بندرب العالم عليها بنتعلم عليها بنتدرب عليها، هان المهم. تمام شوف الحمام صارت يعني منيحه، تطيره المغارب هاي كثير منيحه، شايف بايدي صارت تفز، شايف بطلت تغلبني. طبعا ضغط المغرب هذا بس السيكي بده السيكي، خلاص السيكي انا حطيته براسي اليوم على المغارب لعبه حلوه راح العب معها. بس شوف الحمام طايره براحتها، طبعا الطواير لازم نعزلها عن قريب بس ايش بابا شفت شو بتسوي عندك؟ شوف الحمام بنت تحت قاعده تلعب. طبعا الطواير المفروض اعزلها انا بس ايش يعني هسه حمامي زي ما بيحكوها ما بطلع مع القوايا ولا طيره في طالعه مع ال 12 حبه القويات، 12 حبة القويات سوري 15 حمامة القويات ولا طيرة بطلع معهم. والحلو فيهم انهم ايش مستجيبات، بس ايش طواير هذول بطلع بثقل فيهم، زائد اني بنزع عليهم فحول اذا حبيت اكش يعني مفيدات. هاي بدي ادن المغرب، بعد المغرب بنرجع لكم بتطير على العتمة. تمام تطير على الدمس ان شاء الله، خليكم معي ونحن شغالين الحمام. شوف كيف تعمل، خايف الحمام مهبولة هبل من الشغل. طيرناه اليوم على الموعد بس ما لحقتش اصور كثير لاني مش فاضي يعني شغال، شايفين كيف؟ ليش فكيتها؟ يلا بنرجع لكم. شباب شوف الحمام كيف؟ لياقتها رجعت تمام، هاي ضبي خبطنا بابو سميح الا شحطه. هاي الدجاجه طاير ما شاء الله عليه يا اخوان، الطير والله زي الحلاوه اقسم بالله. هاي مالك شغال بلحم. صفرة خفيفة بس للحمام لسه، هسه في بعد التطييرة هاي تطييرة تطييرة على الليل طبعا بعد المغرب كمان. تمام دنيا مليلة. تمام هينا بنخالط ابو سميح قاعدين هسه بنخبط فيه. هاي مالك صار يلوح لها بالطارة
بس منيح منيح طيرانه، فش شيء برامي، فش شيء برامي. السيكه حتى السيكه طاير منيح زي الكلب، بده ضغط، بده ضغط، بس هيو طاير. يا حبيبي هسه بدك تعبينا ميه الدنيا. شوف الحمامات كيف ما شاء الله عليهن، ناح زي الحلاوه. المطير هذا. طيب شباب نرجع لكم بعد الصلاه، راح اظني احاول ضاغطينها من هان لبعد ما يخلص الاذان ان شاء الله، راح اصوركم اياها بعد الاذان. طيب شباب اجانا عبسي، اجانا عبسي بالحمام. هي عبسي اسود، وينه؟ لسه معنا ولا فلت؟ معنا ولا فلت؟ وين راح؟ شكله 20 واحد على السطح، فلت والله. والله فلت. فلت، كيف فلت؟ وين راح؟ والله اختفى، كان معنا عبسة جانا على الواطي. أكل معنا برمتين. قلنا بدنا نحط طفي، ظلوا ما عط، هي حتى قبل ما يخلص الأذان، سبحان الله. طيب هذا الشكل وقع هان ولا هان، لأن الطير ما بستحملش برمتين. يلا مش مشكلة، حطتنا الحمام، عاد كنت ناوي ايش؟ أظن مكمل عليها، تمام؟ نرجع لكم بعد ما نطيرها التطييرة الأخيرة اللي هي على الليل، بعد الصلاة إن شاء الله. نلين هالساعة المغارب شوي. يلا ولا اطلع سيكي سيكي. هذا انا له حل عندي ثاني، بس ايش نخلي له اخر شيء. حلو 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 حلو، انت هيك طبعا يا اخوان قاعدين بنقصقص شغالين يعني، بس مضطر اضغط الحمام لاني عودته خلص موعد انه الحمام تطير على بعد المغرب شوي، تنضغط ينشر فيها شوي، تمام. في عندنا ازعاج شوي، بس ايش لازم اضغط على الحمام، تمام. حمام لازم ينضغط عليها. لوح يا هاشم لوح. مالك؟ هاي بدأ، لازم اكياس، لازم تكون اكياس، بس ايش انا عاملها قماش مش عارف ليش. طيب اخوان هاي دو. لا خليه خلاص، خليه محشور محشور، خلاص خلاص خليه محشور محشور بالحمامات. لوح هاشم لوح له. بس انا هسه حطيت براس السيكي، السيكي لازم غصبة عنه ينكرش، اقسم بالله لا اطلع على الكوم لو ينصاد، والله العظيم لا يطلع على الكوم غصبة عنه ويتلين غصبة عنه. في واحد بيقول لي السيكي بيعه احسن لك، ليش ابيعه؟ انا قادر الينه، خلاص صار التحدي بينه وبينه، لازم الينه. دو دو. طبعا انا متعمد بديش اضوي ضوء ضوء، بس الضوء هذا لو بدي اجيب الكشاف من هناك بجيبه، لاني مديت اضاءه، بس بديش ماسك راس الحمام السيكي. شوف جناحه كيف زي الفريرة، بس هو بتهبل، بده ضغط، بده دعك، بده. شوف شوف الحمام بدها دعك، بدها شوي، بدها دعك على المغارب. أنا مدلعها الصراحة، بس إيش خلاص بدنا نرجع لها زي أول وأكثر شوي. شوف فيش، ما براميش، ما برامي. لا تعرف لو انه تعبان او شيء كان لقيته برامي، بس الطير ما برامي، ما برامي الطير، الطير بس بدوش يطير. هاي شوف بلش تضيق برمى، الرباش خلاص انتهى. شوف مبين اللي تعب، مبين شايفين برمتها ضيقت، صارت ضيقه، كل ما صارت ضيقه كل ما الطير جناحه صار اسرع.
خلاص خليها خليها، تعالي جاي تعالي جاي تعالي جاي، خليها على الصفيرة الخفيفة هسه، نعودها على الصفيرة الخفيفة. هاي طلع لها على الرفصة. شوف برمة صارت صغيرة الحمام عليها، برمتها صارت أصغر. شوف البرمة، هذا الفرخ هذا منتي تعبان شوي، ديله منتو ما راح يقدر يلحق الحمامات نهائي. شوف كيف طلع، طلع على الرف على الرفصة. ليش متعمد السيكي؟ لازم لازم يتلين. شوف كيف يا اخوان، فوق راسي قاعد بتبرم الحمام، فوق راسي. شوف شوف مقربها، شوف. طبعا اسبوع زمن على هالموضوع هات تطلع وكاله. طبعا الدجاجه قاعد طاير لحاله فوق. ابو خالد برن علي على الواتساب، ابو خالد ابو خالد قطر قاعدين بنكرش في الحمامات ابو خالد. طلع السيكي براس الحمام، اقسم بالله براس الحمام، شايف بس بتهبل براس الحمام، اقسم بالله دو. ولا يتقاعد ولا هم، الطير مخلف جديد وقوي قوي شادي يا زلمه. طلع دو. يلا بكفيك، تعالي جنبي هنا. شوف يا اخوان كيف انهلكت الحمام، هلكت هلك. شوف هالبغدادي هذا، شوفوا بس شوفوا ولا اشي، الحمام مرتاحة، بس كان بدها ضغط شوية وضغطناها، نزلت جنبي عادي، طبيعي جدا تنزل جنبي، حمام بتحبني يعني يا اخوان، ما في خوف بيناتنا، تمام. بس الضغطة هاي عليها لازم تكسى عليها شوي عشان تحسسها انه لازم يكون عندك لياقة افضل من هيك، تمام. هسه بنريحها شوي وبنطيرها بس، خلاص احنا هيك راح نسكر الفيديو حبايبي، هيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو، وراح نرجع نطيرها كمان شوي تطييرها بعد بس تعتم اكثر راح نطيرها، تمام. راح نفصل الفيديو عشان نلحق ننزله على اليوتيوب، والسلام عليكم.